من مدينة القاسم من محافظة بابل، تعتبر الطالبة من أفضل الطالبات في ثانوية العقيلة للبنات ومن الطالبات المتميزات باعتراف إدارة ومدرسات المدرسة. طبعا أهل ضحى كانوا مستبشرين خيرا لأن يعرفون بنتهم من الطالبات المتفوقات، لكن تفاجؤوا وصدموا عندما جاءت نتيجة الطالبة ضحى بأنه أعطيت أصفار كاملة في مادة الإسلامية والعربي والإنجليزي والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء. كنا مستبشرين خير بنتي أنه بلكت يعني تحصلنا في المجموعة الدراسية زينة، لكن صدمنا عن ظهور النتائج وإذا بجميع الدروس صفر. للعلم هي من طالبات متفوقات يعني متميزات بالإعدادية مالتها، وكانت النتيجة يعني كونا واستحقاق بنتي، يعني بس استحقاق بنتي هذا اللي اطلبه انا. ابو ضحى، هم راجعتوا او قدمت اعتراض على تربيه بابل؟ انا قدمت اعتراض بتربيه بابل وطلبوا من عندي حتى الغيابات، وحضرت الغيابات وجبتها ومديره القاعه، وماكو اي غياب او اي غش او اي ما يعني شيء خالف القانون. السلام عليكم، انا طالبه ضحى حسن كريم من ثانويه العقيله زينب الاهليه للبنات من بابل قضاء القاسم. يعني كان يعني حلمي وتوقعاتي ان احصل المجموعه اللي اريدها ان شاء الله، واحصل المجموعه الطبيه.